يعني ضروري هلا تاخذني معك؟ ولك بدي غيب 4-5 أيام عند اخوي وليد، واسعد بس يعرف بده يجن، ما بدي اياكي تبقي تبوز المدفع. فهمانه؟ فهمانه، بس الله يسامحك، الله يسامحك على هالعمله اللي عملتها. لك العمى بعيون عيونك العمى، شو العمله اللي عملتها ولا؟ شو سرقتها منه انا؟ دافع له حق 2000 ورقه، تكرهي الخير لجوزك التشي؟ ولك غراب انت؟ كا كا كا، لو له نصيب فيها كانت من نصيبه. نازلين لعند اخوي وليد 4-5 أيام، بدكم شي من المدينة جارتنا؟ لا سلامتكم. شو ده؟ بعلمك انت على الشط، شو اللي رجعك؟ البحر نوي ما فات سماك. شفتوا لأسعد؟ ما شفتوا، شوفوا موعد بيناتنا لحتى شوفوا بخاطرك. الحمد لله. لعند وليد اخوي. اصلا لا بس هيك 4-5 أيام. انه ما بنشوف ده افندي فيني بلصنا، انا كمان فيني بلصق اذا بدك. لك بشو بلصتو؟ بشو بلصتو؟ بالنمرة. اي نمرة؟ نمرة ديانا صايم اجى لحاله قال شو بدي رجعها. قامت هيك قلت له بدي 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 مبلغ عالي كتير، عجزته 2000 ورقة عم دفعه. ولا ولا انت بدك تعلني وتشلني؟ بدك تجيب لي داء السكري؟ ولا اسعد ولا النمرة ربحانة 15000 ورقة. اه؟ وانت من وين عرفتها؟ عادل شاف الرقم بالناحية. عبا استنظرني لا قصة مدى حتيك انت؟ شو بدك تساوي بهاي؟ لا اسعد ما تعني وتجني. ها ايه بس ما بصير مني قصة. لا اسعد شو بين رايح؟ يا وين مدى حتيك انت؟ رايح اضرب الكراشات لهالكل قبل الكلاب ما يصفر. إذا ما إجاني وجع القلب رح يجيني داء السكري، وإذا ما إجاني داء السكري رح يجيني فالج ومعه